إذا كان الإنسان في بلد وأولاده وأهله في بلد آخر فله أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن أولاده في البلد الذي هو فيه. إذا كان في الرياض الآن هو وأولاده مثلا في مكة يخرج زكاته في الرياض وزكاة أولاده، وله أن يوكلهم أن يخرجوا الزكاة في بلدهم وهو يخرج عن نفسه صاع، يخرج عن نفسه صاع في البلد الذي هو فيه، والأولاد هو بالخيار، إن شاء أن يخرج زكاته معه مع زكاة نفسه، وإن شاء أن يوكلهم فيخرج الزكاة في بلدهم. هل الأفضل إخراجها في بلد أهل وشد حاجة؟ كما سبق هي زكاة عن البدن، تخرجها في البلد الذي أنت فيه ولا تخرجها في بلد آخر سواء كان أشد حاجة أو لم أشد حاجة. لكن إذا كان أولادك في بلد آخر فأنت بالخيار، إن شئت أن توكلهم أن يخرجوا في بلدهم، وإن شئت أن تخرجها مع زكاة نفسك في البلد الذي تسكن أنت فيه.